طبعا المحاضره اللي فاتت يعني الفتره اللي فاتت كنا بنشتغل على جزء الدي سي سيركت، عرفنا الدوائر الدي سي، طرق الاناليسيز اخذنا مش موديل، رحنا على السيريز اخذنا سوبر بوزيشن وسورس ترانسفورميشن والسيلمنت والماكسيمم باور، عرفنا ازاي نجيبه للدايره. ده كان كده جزء الدي سي. نبدا بقى ان شاء الله مع بعض في الجزء الاخير في الماده اللي هو عباره عن جزء الاي سي سيستم. الاي سي هو عباره عن الالترنيتنج كارت اللي هي التيار المتردد. لكن احنا لما كنا اشتغلنا قبل كده على جزء الدي سي كان معانا المقاومات فقط هي اللي كانت معانا في الشغل. ولكن الاي سي في مقاومات وفي ملفات وفي مكثفات. مقاومة وملف ومكثف. إذا هيبدأ يظهر معايا الكباستور وهتبدأ تظهر معايا الإندكتور. طيب أنا محتاج أعرف إيه؟ محتاج أعرف لكل واحد فيهم يعني إيه كباستور؟ يعني إيه إندكتور؟ معادلاته إيه؟ طرق توصيله إيه؟ هل هي هتخطأ على نفس القوانين اللي فاتت الخاصة بالمقاومات ولا لأ؟ يعني إحنا عارفين مثلاً إن لو حضرتك لقيت مقاومتين متوصلين مع بعض على التوالي، في الحاله دي حضرتك لما تيجي تجيب الكوفرنت بتاعتهم بتعمل ايه؟ تجمعهم. احنا عارفين قبل كده ان انا لو كان في عندي مقاومتين متوصلين مع بعض على التوازي، اما اجي اجيب الكوفرنت بتاعتهم بجيب حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. ده ايه؟ ده المقاومات. هل الكباستورز والاندكتورز بتمشي بنفس الكيفيه ولا لا؟ كل جزء الدي سي يا شباب ما فيهوش غير المقاومات فقط لا غير. هنبدأ بقى النهاردة عشان نشتغل في الدي سي سيستم اللي هو التيار المتردد وهنشوف خصائصه برضه، هنعرف كمان الكباستورز والاندكتورز. نبدأ بالكباستور. الكباستور هو عبارة عن اثنين كونداكتور كده ما بينهم واحد شحنة موجبة والتاني شحنة سالبة، بيبدأ الجزء اللي ما بينهم يكون انسيوليت عازل، يكون فيه عزل. بعد كده ببدأ ان الكباستور دي البلينز دي بتخزن الشحنات. لما بتخزن الشحنة الكهربية البلينز دي بيبدأ يبقى في عندها فترة تشارج تشحن وفترة تانية تحصلها ايه؟ ديستشارج اللي هو التفريغ. طيب الكباستورز ده بيشتغل بناء على ايه؟ الكباستور عشان تجيب قيمته انا عارف ان قيمة الشحنة الكهربية اللي هي الكيو عبارة عن سي في الفي. يبقى اذا الشحنة الكهربية اللي هي الكيو هي عبارة عن سي في الفي. السي ده قيمة الكباستور نفسه. السي ده قيمة الكباستور. أما الفي هو الجهد المطبق على الكباستور. يبقى أنا لو جيت بأي كباستور موجود وجيت طبقت عليه جهد قيمته بفي هيبدأ الكباستور اللي عندي ده إنه يكون عليه شحنة موجبة وشحنة سالبة. يبدأ إنه إيه؟ يشحن. يبقى مكثف عبارة عن تو بليتس مفصولين عن بعض جزء عباره عن انسيوليتور. البليتس دي لما توصل عليها مصدر جهد يبدا انها تحصلها ايه؟ تتشحن. واحد ياخد الشحنه الموجبه والتاني ياخد ايه؟ الشحنه السالبه. طب الشحنه اللي اتكونت دي قيمتها ايه؟ عباره عن المكثف ده هو عباره عن قيمته كام؟ مضروبه فيه الجهد المطبق على المكثف سي في في. طيب خلي بالك ان المكثف ده يا شباب ممكن يكون مكثف له قيمه ثابته أو مكثف وقيمة متغيرة. زي ما أنتم شايفين كده أنا عندي مكثف هنا قيمته ثابتة وعندي هنا مكثف قيمته متغيرة. أنا عندي حاجتين بقى في المكثف محتاجين نتعرف عليهم. أولاً لو حبيت أجيب التيار اللي ماشي في المكثف. علشان أجيب التيار اللي ماشي في المكثف إحنا خدنا قبل كده قانون للتيار. لو فاكرين هو عبارة عن إيه يا شباب؟ دي كيو باي تي هو عبارة عن تفاضل معدل الشحنة بالنسبة للتيار. يعني عبارة عن سي رقم ثابت مضروبه في اي في باي دي. يعني عشان تجيب التيار اللي ماشي في المكثف عشان اجيب التيار اللي ماشي في المكثف فلازم بروح اشوف قيمته بكام واضربه في تفاضل معدل الجهد بالنسبه للذره. طيب من خلال المعادله دي بقى حاجه مهمه جدا. هو لو كانت معادله الجهد لو كان البي ده رقم ثابت لو كان البي كونستانت ايه رايكم؟ لو البي كونستانت يبقى تفاضل الكونستانت بالنسبه للزمن بكام؟ بصفر، يبقى معنى كده التيار المفروض انه ايه؟ بصفر، مفيش تيار يمشي بالمكثف. وده بيبقى تي سي،
اذا عشان المكثف يشتغل لابد ان يكون اشاره الكود اي سي ولا اي سي شغال اي سي متغيره. كلمه متغيره مع الزمن يعني حضرتك هتلاقيها بالشكل ده. لو جيت ارسم علاقه ما بين الزمن وما بين الجهد هتلاقي كل نقطه زمنيه ليها ايه؟ ليها جهد معين. خلاص؟ طيب لو حبيت انك تجيب الستورد انرجي، خلي بالك هو بيشحن، مكثف لما بيشحن فده معناه انه بيخزن طاقه. طب الستورد انرجي اللي قيمتها بكام؟ قيمتها بنص في سي في الفي تمويه. بنشوف قيمه الكباستور ده بكام؟ خلي بالك ان الكباستور ده تمييزه ايه؟ الفراغ. كام فراغ؟ بتشوف نص سي في تمويه، الكود عليه كام؟ تربع القيمه في نص قيمه الكباستور نفسه. طبعا الكباستور في الدي سي كنا بناخده اوبن سيركت ولا شورت سيركت؟ تاني الكباستور في الدي سي. الكباستور في الدي سي يعني تعالى شوف التيار بتاعه. تفاضل حاجه دي سي بالنسبه للزمن يبقى تياره كام؟ بصفر صح؟ هو التيار اللي بصفر ده شورت سيركت ولا اوبن سيركت؟ اوبن سيركت صح؟ يعني الدايره كمان. طيب الكباستورز دي زيها زي المقاومات محتاجه شكلها بارلل وسيريز. الكباستور كسي ركزوا في اللي بقوله كويس، يعني الكباستور كسي كتمييز فراغ لما حضرتك تيجي تجيب المكافئ بتاعه مجموع الكباستورز متوصلين على التوازي يتجمع هو عكس المقاومه. فانت شايف هنا الاربعه كباستورز دول متوصلين مع بعض على التوازي يبقى المؤثره بتاعتهم سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. بس تاخد بالك ان السيهات دي كلها تميزها ليها شغال بالفراغ. طيب لو عندي كباستورز متوصلين مع بعض توازي حضرتك لما تجيب المؤثره بتاعتهم كانهم ايه بالظبط؟ كانهم توازي المقاومات. يبقى واحد على سي اكوبلنت بتساوي واحد على سي 1 زائد واحد على سي 2 وهكذا. والاثنين لو توالي مع بعض كباستورز تعرف ان انت تجيب حصل تراكم على حصل ايه؟ جمع. ده المكثفات. تعالوا شوفوا كده معايا مساله بالشكل اللي قدامكم ده. انا عندي هنا مساله صغيره عباره عن ايه؟ عايز اجيب الايكوفلنت بتاعت الكباستورز. لازم تتاكد ان الكباستورز اللي قدامي دي تميزها كلها بالفراغ. لما اقول لها تميزها بالفراغ لما حضرتك تيجي تجيب المحصله بتاعتهم كالتالي، اتفقنا بنبعد ونروح لاخر الدايره. اخر الدايره لقيت عندي اثنين مكثف متوصلين توالي، اجيب محصلتهم ازاي؟ حصل ضربهم على حصل جمعهم. بعد كده يبقى عندي المكثف ده معناه بيوصل ايه؟ توازي معناه ايه كمان برضه؟ يبقى الثلاثة مع بعض عشان تجيب محصلته وتعملوا ايه؟ تجمعهم مع بعض، ويطلع في الآخر التوالي مع مين؟ مع ال 60 مايكرو، يبقى التوالي معايا يبقى حصل مفهوم على حصل ايه؟ جماعة. يبقى إذا بفكرة بسيطة جدا لازم حضرتك تبقى عارف إن الكباستور هي عكس المقاومة، بس أنت لما تكون تميز يا باشا ده بالفراغ، عكس المقاومة. طيب تعالوا نشوف الملف. الملف هو عباره عن ايه؟ الملف عباره عن حديد، انا بيبقى عندي حديد ولفه بكويل. ولفه كوندكتر موصل. بيبدا الكوندكتر ده لو حضرتك جيت وصلته بقى اهو، لو جيت وصلت الكوندكتر ده باي مصدر يبدا المصدر جهد يبدا من بره التيار في السلك ده. بس تاخد بالك من نقطه مهمه ان انا لو حبيت اجيب قيمه الجهد بتاع الملف هو عباره عن ال في تفاضل معدل التيار بالنسبه للزمن. ده معناه ايه؟ ده معناه ان عشان يبقى فيه جهد على اطراف الملف فلا بد ان يكون الملف ده نظام ايه يا شباب؟ التيار اللي ماشي فيه عباره عن ايه؟ يبقى تيار متغير وما يبقاش تيار كونستنت. يبقى اذا لازم يكون التيار متغير. طيب ال ده عباره عن ايه؟ بقيمه الملف نفسه وده تمييزه بالهمل. خلاص كده؟ يبقى عشان تجيب الجهد على اطراف اي ملف لو عندك ملف بيمر فيه تيار اي انا محتاج اجيب الجهد بتاعه يبقى دي بتساوي ال تي اي باي تي تفاضل معدل التيار بالنسبه لي الزمن. تاخد بالك من نقطه مهمه ان الملف ممكن يبقى فيه منه قيمه ثابته رقم ثابت كذا هنري او الملف يبقى متغير زي بالظبط فكره المقاومه زي بالظبط المكثف كلهم ممكن يبقوا قيم ثابته او قيم ايه؟ متغيره. طيب السؤال لو حضرتك محتاج تجيب الستورد انرجي الطاقة المخزنة هي نفس الكلام عبارة عن ايه؟ نفس المعادلة دي بالظبط بس بدل الجهود بتبقى ايه يا شباب هنا؟ تيارات نص في ال في اي تربيع. يبقى دي عشان اجيب الستورد
وحضرتك جيت تعمل تفاوت التيار بالنسبه للزمن هيطلع قيمه الجهد بكام؟ بصفر. طب ده معناه ان حضرتك بقى لما تيجي توصل الملف في دايره دي سي يبقى الملف بيتوصل كانه يا شباب كانه شورت سيركت، الجهد بصفر، فده معناه ان هو ايه؟ شورت سيركت. يبقى اذا الكباستور في الدي سي بيبقى اوبن سيركت، الملف في الدي سي بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن شورت سيركت. يبقى انا لو جبت لك في الامتحان مساله وفيها مصدر دي سي ولقيت في المساله ملفات ومكثفات، تروح تعمل ايه؟ كل مكثف تعمله اوبن سيركت وكل ملف تعمله ايه؟ شورت سيركت كانه مش موجود. طيب تعالوا نشوف بقى فكره التوالي والتوازن. نرجع تاني ان الهنري اللي هي الملفات نفس المقاومات، يبقى لو عندي مجموعه ملفات متوصلين توالي بيتجمعوا مع بعض عادي نفس المقاومه، ولو عندي مجموعه ملفات متوصلين على التوازي يبقى اذا واحد على ال كوفرنت بتساوي واحد على ال واحد زائد واحد على ال اثنين وهكذا. يبقى اذا الملفات شبه المقاومات ولكن المكثفات الايه؟ بالعكس التوالي والتوازي. طيب تعالوا كده نشوف دي تجميع للثلاث حاجات المقاومه والكباستور والملف. هتلاقي المقاومه جهدها فيها ار. الكباستور اللي كان عندي ليه كان معدل التيار اي بتساوي سي دي في باي تي، بس عشان تجيب الجهد من المعادله دي حضرتك لازم تعمل ايه؟ واحد على سي في تكامل التيار بالنسبه لمين؟ للزمن، صح؟ يعني انا هنا المعدل اللي قدامكم دي التيار سي دي في باي تي، طب الجهد عباره عن ايه؟ واحد على سي في تكامل التيار بالنسبه للزمن، عشان تجيب عكس التفاضل يبقى تكامل. يبقى اذا التيار في المكثف عباره عن الجهد في المكثف واحد على سي دي في باي تي تكامل التيار بالنسبه للزمن، والجهد عباره عن ال دي باي باي تي. طب تعالى نشوف التيار في المقاومه في على ار، التيار في المكثف سي دي في باي تي، التيار في الملف معدل الجهد في الملف ال دي اي باي تي. يبقى التيار عباره عن ايه؟ واحد على ال في تكامل الجهد بالنسبه لمين؟ للزمن. خلاص؟ طيب لو حبيت تجيب الباور، الباور اي تربيع في ار، الستورد انرجي نص سي في تربيع، الستورد انرجي نص ال اي تربيع. الاكوفلنت السيريز جمع زي الملف وعكس المكثف. البارلل مكثف، المكثف جمع، المقاومه والملف عباره عن ايه؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. طيب السلوك بتاعه في الدي سي المقاومه ما بتفرقش، المكثف اوبن سيركت، الملف بيكون عباره عن ايه؟ شورت سيركت. يبقى اذا الكاتب ده هو اللي جمع لي بعض الخصائص الخاصه بالملفات والمقاومات والمكثفات. تعالوا نشوف مثلا المساله دي عباره عن شويه ملفات متوصلين مع بعض، محتاج نجيب الكوفلنت بتاعتهم. ماشي، بمنتهى البساطه ال 10 وال 12 وال 20 اللي متوصلين ايه؟ توالي بيتجمعوا. الرقم اللي هيطلع متوصل مع السبعه ايه يا شباب؟ توازي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. الرقم اللي هيطلع يتجمع على مين؟ على الاربعه والثمانيه، يبقى انا كده عرفت ان انا اجيب ايه كله؟ عرفت ان انا اجيب الاكوفلنت الكامل لكل الملفات. اهو السبعه وال 42 اللي هو الشويه اللي جابوا الكامل دول توازي، والباقي اللي يطلع يتجمع على السته والثمانيه. يعني الاربعه والثمانيه. في مشكله كده ولا الدنيا تمام؟ معايا؟ دي نقطة. النقطة الثانية بقى نتكلم على الساينسويد. الخصائص بتاعة الاي سي سيستم ان انا ما عادش عندي المصدر التقليدي اللي فيه قيمة الجهد رقم ثابت. حضرتك هنا هتلاقي ان قيمة الجهد بقت اصبحت علاقة مع الزمن، هي عبارة عن في ماكسيموم في ساين وميجاتيف. علشان حضرتك تبقى عارف ان انا عندي علاقة ساين متغيرة مع الزمن وليها ماكسيموم معين. فإذا معادلة الجهد تقدر تقول إن هي عبارة عن دي ماكسيموم في ساي أوميجا تي. الدي ماكسيموم هي عبارة عن الأمبليتيود بتاع الساينسويدال ويف. الماكسيموم. الأوميجا دي بسميها الأنجلر فريكونسي. وهي عبارة عن الـ باي في الفريكونسي. قيمة التردد بتاع الشبكة التردد قيمته بيكون 50
كتير هندس. طب انتوا عارفين يعني ايه تردد؟ التردد معناها عدد الموجات في الثانية. يعني انا الثانية الواحدة يبقى فيها كم موجة هنا؟ 50. يعني زمن الموجة الواحدة، انا بقول لك الثانية واحد سكند فيها 50 موجة، 50 ويف. يبقى الموجة الواحدة زمنها قد ايه؟ 2/100 سكند. يبقى زمن الموجة الواحدة 2/100 سكند. ده عند التردد كام يا شباب؟ 50. يبقى اذا حضرتك عشان تجيب لي معدل الجهد، هي معدل مش تقييم مسافه، تقييمه متغيره وعلى حسب الزمن. مره تطيب صفر، مره تطيب 1/1000، مره تطيب 2/1000، 3/1000، لحد ما توصل لمين؟ ل 2/100. دي الموجه الاولى. كده عرفت ان انت كل زمن تقييم الجهد مختلفه، صح؟ انت هنا بتعوض في الزمن. إذا كل قيمة كل زمن أو كل انستنت ليها قيمة جهد مختلفة. فإذا حضرتك يكون عندك الإشارة دي جهود بتاعتها بتكون جهود إيه؟ جهود ترددية. طيب زي ما قلنا هنا إن حضرتك عندك تي اللي هي عبارة عن الطول الموجي اللي هو 1/F. خلاص؟ التي 1/F. هي أهو الأوميجا بتساوي 2/F. يبقى الفريكوانسي هي عباره عن الاوميجا على 2 باي، والزمن هو عباره عن 1/ الفريكوانسي، يعني 2 باي على الاوميجا زي ما هو عندنا. 1/ الفريكوانسي، احنا بنقول التخطيط الاسهل ان الزمن بيجيبه 1/ الفريكوانسي، وزمن الموجه الواحده 2/100 سنه. خلاص؟ ده ايه؟ معدل التردد. ده شكل الاشاره الساين ويف. بس الساين ويف دي ممكن تبقى ساين اوميجا تي او ساين اوميجا تي بلس اور ماينس زاويه اسمها فاي. فاذا الفاي دي بلس اور ماينس بتبدا اشاره الموجه انها بتتحرك على المحور الافقي. تبقى ساين ويف زي ما هي متغيره مع الزمن، ولكن متحركه او متغيره على مين؟ على المحور الافقي. فتلاقي عند كل فاي ليها زاويه معينه، ليها حركه معينه. اذا ممكن تلاقي ان الفي اوف تي في ساين اوميجا تي بلس او ماينس اي حاجه. طيب استاذنكم بس محتاج ورقه من كده. عايز ورقه فيها اللي بس. الفيزورز عباره عن ايه؟ الفيزورز انا محتاج ان انا اجيب المحصله بتاعه السيستم. ولازم تبقوا عارفين حاجه مهمه جدا. اكيد انتوا خدتوا الكومبلكس في الرياضه. الكومبلكس في الرياضه بتقول ان انا لو كان عندي نمبر زد هو عباره عن اكس زائد جي واي. يعني لو انا قلت ان انا في زد ده اكس زائد جي واي، فدي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي الاكس دي جزء ريال، والواي ده جزء ايماجينري، والمحصله بتاعتهم هي عباره عن ايه يا شباب؟ هي عبارة عن الزيت. خلاص؟ يبقى إذا لو أنا كان عندي أي شكل، أي قيم، والزيت بتساوي إكس زائد جي واي، يبقى الإكس ده على المحور الأفقي ريال نمبر، والواي ده على المحور الرأسي اللي هو عبارة عن إيه؟ الماجنري نمبر. طيب الشكل بتاع الكتابة دي بسميه ريكتانجولار فلو. ده ريكتانجولار فلو. واكيد انتوا خدتوا الكلام ده في الرياضه كويس. الزد بتساوي اكس زائد جي واي. طب هل ممكن احوله الى البولار فورم؟ سهل. البولار هو عباره عن ايه؟ ار بزاويه وليكن نسميها فاي او زيتا. طب الار ايه؟ والفاي ايه؟ الار هي محصله الاكس والواي. عباره عن ايه بقى الار؟ الجذر التربيعي اكس تربيع زائد مين؟ واي تربيع. طب الفاي؟ تان ماينس 1 واي على اكس، صح؟ يبقى اذا ده شكل بسميه البولر فورم. في بقى الاكسبوننشال فورم. الاكسبوننشال فورم ان انت تقول ان هي عباره عن ار اي اس جي فورم. خلاص؟ يبقى اذا قدامك الاشاره اللي موجوده عندك او المعادله او القيمه بتاعت زد اكس زائد جي واي، تقدر تكتبها بشكل ريكتانجولر، ممكن تكتبها بشكل في البولر او جزء الاكسبوننشال. طيب احنا بقى مش
اشتغل بايه؟ انا محتاج ان انا اشتغل بالبوره اللي هو الفيزون. طب هعمله ازاي؟ عندي الاشاره بتاعت الكود. انا محتاج ان اشاره الكود اللي عندي ابدا ان انا اكتب لها على طول المعدل. اكتب لها القيمه والزاويه. انا هشتغل هحاول القيمه والزاويه. فانا اقول ان ال V دي عباره عن V ماكسيموم وزاويتها اسمها ايه؟ هنا زاويه صفر، لو زودت زائد فاي تبقى زاويتها اسمها يا شباب فاي. يبقى اذا اي مصدر هديهولك في المساله المصادر اللي اديها لك كلها هتلاقي المصادر في اوكتيف في ماكسيموم بساين اوميجا زائد 20 زائد 40 زائد 50 كمعادله في الزمن. ازاي حضرتك تحل؟ انت مش هتحل بالساين والكوزاين، امال هتحل ازاي؟ انك الخطوه الاولى تروح تحول الساين ده الى شكل فيزون، تاخد الماكسيموم والزاويه في وزاويه فوق. واكيد الكلام ده انتوا عارفين ازاي تحلوه باستخدام الريف. طيب دلوقتي بقى لو انت عندك سيستم والسيستم ده فيه ار وال وسي، هل تعرف تجيب لي المحصله؟ محصله الار والال والسي ما عندكش اسمها ايكوفالنت ريزيستنس ولا ايكوفالنت للاندكتنس ولا ايكوفالنت للكاباسيتنس. امال اصبحت ايه؟ اصبحت امبيدنس ممنعه. يبقى اذا هيبقى عندي امبيدنس، يبقى الامبيدنس دي يبقى فيها رمز ست. الامبيدنس هي عباره عن مكافئ لمجموع المقاومات، مجموع الملفات، مجموع الكاباسيتنس. لو عرفت اجيب مكافئ الثلاثه مع بعض كلهم بيبقوا اسمهم ايه؟ امبيدنس. بس تاخد بالك في نقطه مهمه. لما جينا نشوف موضوع الامبيدنس ده لقينا حاجة مهمة جدا. ايه بقى؟ لقينا أولا إن لو كان عندي مقاومة هتلاقي حضرتك إن التيار والجهد بتاعها في نفس الاتجاه. خلي بالك إن أنت دلوقتي بتشتغل في الاي سي، فالاي سي في اتجاه بوستر وفي اتجاه نيجاتيف، لأن إشارة الساين ويف ممكن يبقى في منها جزء في البوستر وممكن يبقى في منها جزء في النيجاتيف، صح؟ إذا الاتجاه مهم. طب لو كان عندي مقاومة حضرتك لو حبيت تجيب لي جهدها وتيارها، العلاقة اللي بتربطهم ببعض إن الـ V بتساوي الـ I في الـ R، بس التنطين أو قيمة الجهد والتيار بسميهم كده يا شباب إن فيز. يعني إيه إن فيز؟ يعني لو إشارة التيار كده يبقى إشارة الجهد كده. الاثنين ليهم نفس الاتجاه. شرط التيار والجهد نفس الاتجاه. ان فيز. طب حضرتك لو كان عندك ملف. الملف اقدر اقول ان الجهد بتاعي عباره عن شيء اوميجا ال جي اوميجا ال مضروبه في قيمه التيار. الشيء اوميجا ال يا شباب بسميها اكس ال. الاكس دي بسميها الرياكتنس. خلاص؟ يبقى الاكس بسميها الرياكتنس جي اوميجا ال. الجي اوميجا ال الجي يا شباب زاويه قيمتها 90 درجه، اكيد انتوا خدتوا الجي كومبلكس. الاوميجا اللي هي 2 باي في الفريكوانسي. ال بقيمه الملف بالهامل في الطيار. يعني معنى كده ان الاكس بجي اوميجا ال. يعني في النهايه لما تيجي تجيب لي الاكس دي قيمتها بالاوم، حولت من هنري الى اوم. عشان كده كنت باكد عليك في الاول بقول لك انت بتجيب مكافئ الملفات والمكثفات، اكد انها بالهنري او بالفراغ. ليه؟ لان دلوقتي هنا هاجي احول الهنري الى اوم وهحول الفراغ الى اوم، فلما يبقوا بالاوم يتعاملوا معامله مين يا شباب؟ المقاومه. تاني يبقى لما هتحول الملفات والمكثفات الى اوم هتعاملهم معامله مين؟ المقاومات بالظبط الطرف. يبقى التوالي والتوالي شبه المقاومات. لكن طول ما هو ال سي كباستر واندكتور هنري وفراغ تعاملهم معامله ال سي، الكاباستورز ده عكس المقاومه لو هي بالفرد. طيب دول
زاوية ما بين الكوخ وما بين الطيار بزاوية قيمتها كام؟ 90 درجة. لما جيت اشوف الكباستنس لقيت ان الكباستنس كوخ عبارة عن ايه؟ واحد على جي اوميجا سي في قيمة الطيار. واحد على جي اوميجا سي اللي بسميها اكس سي. والاكس سي دي هي قيمة الاكتنس ولكن الكباستنس. خلاص؟ يبقى واحد على جي اوميجا سي. نفس الفكرة. الجي زاوية 90 بس واحد على جي معناها ان هي زاوية كام يا شباب؟ سالب 90. ده بقول عليه ان الجهد متأخر بزاوية 90 درجة عن التيار. هنا الجهد متقدم بزاوية 90 درجة عن التيار. هنا الجهد متأخر بزاوية 90، هنا الجهد متقدم بزاوية 90. معناها ان لو دي اشارة الجهد التيار هلاقي ان الجهد متأخر بزاوية 90. لو دي هنا كانت اشارة التيار هلاقي ان الجهد متقدم بزاوية 90. خلاص كده؟ ده الملف والكبسة. خلي بالك الاكس سي دي برضه تركيزها هنا يا شباب بتقوم. منين ما هتحول الكباستنس الى اوم اصبحت كده تعامل معامله المقاومات العسكريه. يبقى اذا هنا المقاومه بقت اسمها ار، ده اكس ال وجي اوميجا ال، اكس سي واحد على جي اوميجا سي. لما بقى احب ان انا اجيب الزد المحصله، اجيب الزد ازاي؟ تجمع بقى كله مع بعض، يبقى الزد بيساوي R زائد G أوميجا L زائد واحد على G أوميجا C. ده تجميل نسيب كله. كله بتشرح. هنا زد الـ R مفيش فيها جي. لأن جت إيه قبل مرة؟ تتمجن الـ G أوميجا L واحد على G أوميجا C. طيب ده اللي بسميه إمبيدنس. عندي هنا بتمانع التيار. طيب اللي عكسها بالظبط، عكس الامبيدنس بسميها الادمتنس. عكس الامبيدنس الادمتنس عشان حضرتك تجيب الدمتر يبقى على طول هي واحد على زد. وبسميها واو. ليه الادمتنس دي؟ يبقى اذا الادمتنس للمقاومه واحد على واو. الادمتنس للملف واحد على جي اوميجا ال، الادمتنس للكباستور جي اوميجا اس. عكس بعض. خلينا مركزين كويس بس في الامبيدنس. يبقى الامبيدنس هي عباره عن الفرق، هي عباره عن نسبه الجهد على التيار اللي هي زي بالظبط الممنع المقاومه بتاعت الدايره. تقدر حضرتك تحسبها للمقاومه انها ار، للملف جي اوميجا ال، للكباستور واحد على جي اوميجا اس. في مشكله في الجزء ده؟ تعالوا نشوف مثلا. خلي بالك المسائل اللي هجيبها لك في الامتحان عشان تتحل لازم لو هي مش مكافئ مقاومات وحاجات زي كده يعني ملفات ومكثفات بس، حضرتك هتحل قهود وطيارات وهتحل جهد القشر والجزيش على اي حاجه من الحاجات دي، يبقى لازم حضرتك تتاكد رقم واحد ان كل حاجه في المساله اصبحت بالقهود. يعني لو في ملف من هنا هحوله قهود شيء مكان، لو في مكثف في الفراغ هحوله للقهود، لازم كله يبقى ايه؟ قهود. تعالوا نشوف الدايره اللي قدامنا دي. هو محتاج يجيب الطيار في الدايره. علشان اجيب الطيار في الدايره هي قانون، فاكرين كنا بنعمل هنا ايه؟ كنت بتجيب الجهد واجيب المحصله بتاعت المقاومات اللي اصبحت اسمها امبيدنس، وتقسم الجهد على الامبيدنس تجيب ايه؟ الطيار. طيب هو الجهد عباره عن ايه؟ 10 كوزاين 4 في. طيب والامبيدنس اللي موجوده عباره عن مقاومه 5 اوم وفراغ 1 من 10 في. اتفقنا علشان تشتغل قهود وطيارات لازم تروح للفراغ تتحولها ايه الاول؟ الى قوم. طب تحول ازاي الفراغ الى قوم؟ علشان تحول الفراغ الى قوم هتقول ان هي عباره عن، هجيب بقى الاكس سي، هقول ان هي عباره عن ايه؟ الاكس سي اللي هي عباره عن يا شباب؟ عباره عن واحد على جي واحد من عشره في اوميجا اللي هي 2 باي في 50، صح؟ جبت اكس. طيب بس خد بالك من النقطة اللي بقى وحضرتك شغال في الامتحان هتلاقي ان الفي اس
هو الاربعه دي الاربعه دي كانت مكانها ايه؟ فاكرين؟ اوميجا صح كده؟ فده معناه انه مش شغال عند ال 50 هرتز، شغال عند تردد تاني. اذا حضرتك كنت شغال هنا وانت بتقول واحد على جي اوميجا ال، اوعى تنسى ان اوميجا هو اصلا اديها لي جاهزه في المساله بكام؟ 10. تاني يبقى حضرتك تشوف الاوميجا اللي موجوده قيمتها بكام؟ الاوميجا اللي موجوده لازم ابقى عارف ان هي جبت في المساله هنا باربعه. فتم جبت باربعه يبقى هي اللي اشتغل بيها. يبقى واحد على جي اوميجا في السي، واحد على جي اوميجا سي، يبقى الاوميجا باربعه والسي واحد. طيب هات لي بقى الزد المحصل، ازاي الزد المحصله بالجاف؟ الزد بتساوي الار 5 زائد 1 على جي 4 من 10. جبت الزد الكلية. بعد ما جبت الزد الكلية انا محتاج اجيب الطيار، بس زي ما قلت لك من شوية ان حضرتك مش هينفع تشتغل بيل ساين والكوزاين، اتفقنا لازم نحولها الى ايه؟ الى بولر او فيزو. فحضرتك تجيب لي هنا قيمة الجهد عبارة عن الماكسيموم ب 10 والزاوية بصفر، تقسم الرقم ده على درجة الآلة الحاسبة تجيب لي هنا شارة الكلية. طبعا انت خدت كومبلكس او تشتغل على حسب الكومبلكس، لو ما كنتوش عارفين برضه في السكشن ان شاء الله هنعمل. ما عندوش كومبلكس السنه دي؟ الترم الجاي مفيش مشكله، السكشن هيعرفك ازاي تشتغل من الكومبلكس على الاقل الحسبه. يعني انتوا ما عرفتوش حاجه اسمها جي ولا الكلام دي؟ ما تعرفوش؟ في قانون بيساوي كسر التربيه للتربيه زائد اه ده بس. لا نفس الزد. ايوه. يعني ده بس انتوا عارفينه بس، صح كده؟ يبقى اذا حضرتك طب انتوا مركزين معايا حاجه ثانيه سهله يعني ولا فيها ازمه؟ في على الاله الحاسبه الحاجات دي بتتحل. الكومبلكس بيتحل على الحاسبه عادي جدا. انت بتقسم 10 بزاويه صفر وتقسم الزد تحت في المقام بيطلع لك الطياره قيمه بزاويه الرقم زي ما هو عامل كده. تطلع الطياره 1.7 من 10 بزاويه 26 امبير. طيب. تمام دي مفيش فيها مشكله. الامبيدنس منين بقت اسمها امبيدنس بالزد بالاوم؟ تجيب محصلتها زيها زي مين؟ المقاومات بالظبط. يعني لو عندك مجموعه امبيدنس زد بتوصلها مع بعض على التوالي يبقى محصلتهم عباره عن ايه؟ حصر جماعي، بس كله بالشرط. يعني ايه كله بالشرط؟ يعني لو عندك مقاومه وملف وكباستر متوصلين مع بعض على التوالي زي ما انا عملت هنا يبقى ار زي جي اوميجا ال زي واحد على جي اوميجا سي، كل حاجه بشكلها. خلاص؟ ثلاثة زد موصلين توالي تجمعهم. طب مجموعة من الزدات الموصلين على التوازي تعمل ايه؟ حاصل ضربهم على حاصل ضربهم هو المكان الاثنين. فاكرين موضوع الكرنت ديفايدر والفولتج ديفايدر؟ نفس الفكرة بالظبط. هو أنا لو كان عندي مصدر جهد وتيار ماشي على مقاومتين أو على اثنين زد متوصلين توالي، هقدر اعمل فولتج ديفايدر عليهم؟ اه فولتج ديفايدر سهل. طب ازاي اتعمل الفولتج ديفايدر؟ اقول ان الفي واحد عباره عن ايه؟ الفي على اول مقاومه على اول زد هي عباره عن الجهد الكلي مضروبه في الزد نفسها مقسومه على المقاومه الاثنين. خلي بالك الفولتج ديفايدر عكس الكرنت ديفايدر. الكرنت ديفايدر انت بتقسم التيار بتقول ان هو التيار الكلي في اي مقاومه شغال في البعيده على المقاومه الاثنين. الفولتج ديفايدر العكس، لما اجي اقسم الجهد في المقاومه نفسها على مجموع مين؟ المقاومه. طب ده الفي واحد، طب احب اجيب الفي 2 تقدر ازاي؟ ده عباره عن في مضروبه بزد 2 مقسومه على مين؟ على مجموع زد 1 وزد 2. يبقى اذا ده فكره الفولتج دراير. لو عندك اكثر من زد متوصلين مع بعض على التوازي يبقى حضرتك عشان تجيب الايكوفلنت يبقى واحد على زد ايكوفلنت بيساوي واحد على زد 1 زائد 1 على زد 2 زائد 1. طيب عشان تعمل الكرنت ديفايدر تعمل الكرنت ديفايدر ازاي؟ اهو عندي تيار كل اسمه ار عايز اقسمه لاي واحد لاي 2 يبقى اي واحد عباره عن الزد البعيده مقسومه على مقاومه مين؟ المقاومتين او مقاومه الاثنين زد في الاي كليه. هكذا اي 2 هو التيار الكلي مضروبه بزد واحد مقسومه على مجموعه الاثنين. كل القوانين اللي خدناها في الفتره اللي فاتت كلها في الدي سي هنرجع نعيدها مره ثانيه فين؟
دلتا صفار وصفار دلتا نفسية بالظبط، مفيش فيها اختلاف. أولا بتشوف الشكل اللي عندك ده الستار اللي هي 6 واحد واتنين وتلاتة، الستار اللي في النص. لو أنا حبيت أحولها إلى دلتا، دلتا اللي هي زد اي بي، زد اي سي، زد سي بي أو بي سي، خلاص؟ هو هنا بنسميها زد اي وبي وسي. ازاي تجيب زد اي وبي وسي؟ فاكرين الكلام ده؟ ازاي تجيب زد اي؟ زد اي عشان تحول من الستار اللي انت بتجيب حاصل ضرب كل الاثنين في بعض مقسوم على مين؟ على 40. حاصل ضرب كل الاثنين في بعض يعني زد واحد في اثنين، واثنين في ثلاثه، وثلاثه في واحد. طيب 40 في زد اي عباره عن مين؟ زد واحد. نفس الكلام اللي كنا خدناه في المقاومات قبل كده. طب عشان اجيب زد بي، زد بي اهي حاصل ضرب كل الاثنين في بعض هما نفس البسط. مقسوم على مجموع على المقاومه بقى اللي هي مين هنا؟ زد اثنين. وهكذا مين؟ للزد سي، الزد سي حصل ضرب كل المقاومتين في بعض مقسومه على البعيده بالسي اللي هي عباره عن زد 3. يبقى اذا اعرف ان انا اعمل تحويل الدلتا ستار الى دلتا نفسها بالظبط الدلتا ستار. لو انا كان عندي دلتا والدلتا دي زي اللي فاتت بالظبط اللي هي ايه وبي وسي، وعايز اجيب الستار منها اللي هو 1 و2 و3. فاكرينها كنا بنجيب ازاي؟ زد 1 موجوده في النص بيساوي حاصل ضرب الاثنين اللي جنبها مقسوم على مجموع مين؟ الثلاثه. يبقى زد واحد عباره عن زد بي في سي مقسوم على مجموع الثلاثه. طب زد اثنين عباره عن حاصل ضرب مين؟ اي في سي مقسوم على مجموع الثلاثه، وهكذا. يبقى اذا عمليه تحويل الاستار دلتا او الدلتا ستار هي نفس اللي كنا اخذناها سابقا. مع اعتبار ان ممكن هتلاقي الزد دي بقى ايه؟ هتلاقيها مثلا مش قيمه ثابته، ممكن تلاقيها اربعه زي الجي 5 حاجات كده يعني، بس تضربهم في بعض الاله وتكسب على الطيه مفيش فيها مشكله خالص. دي مساله بسيطه تعالوا نحلها مع بعض كده. المساله دي عايز يجيب قيمه التيار ار عشان تشتغل في المساله وتجيب تيارات وضغوط اتفقنا اخضر رقم واحد، تروح اعمل ايه؟ تحول كل الهمل والفرات الى مين؟ الأوم. مين هنا اللي مش أوم؟ دي 12، دي 4 جي أوم، سالب 3 جي أوم، 2 أوم، سالب 4 جي أوم، 8 أوم، 6 أوم، 8 أوم، كلهم بالكوم، خلاص. يبقى أول خطوة ما عندناش أزمة. الخطوة الثانية إن حضرتك هتبدأ تجيب التيارات دي تحولها إزاي؟ بص، علشان تجيب التيار الكلي أنت عايز تجيب معصرة المقاومات، صح؟ طب ازاي اجيب محصلة المقاومات؟ حد عنده فكرة ازاي نجيب محصلة المقاومات؟ تعال نبدأ كده. ما قدامكش من الستة والثمانية متوصلين مع بعض ايه؟ توالي اجمعهم. الاثنين ومين متوصلين مع بعض يا شباب؟ توالي تجمعهم يبقى 2 ناقص 4 جي. خلص. حاجة تعرف تعملها تاني؟ ما قدامكش غير كده. حاول. شايفين؟ بصوا قدامكم اكتر من حل اللي انتوا عايزينه اعملوه، مفيش ازمه. انا هقولكم على حل وانتوا شوفوا بره. شايفين الـ A والـ B ما بينهم 4 جي، الـ B والـ C ما بينهم كام؟ 8 جي. وهنا في سالب 3 جي، شايفين دي؟ دي عباره عن ايه؟ ستار، دي كده ستار. احولها ليه يا شباب؟ دلتا. طب انا لو حولتها لدلتا هتحل لي المساله؟ هتحل لي المساله. ده مع ده توازي، واللي هنا مع هنا توازي. واللي هنا يطلع مع كل ده ايه؟ توازي. تعالوا نشوف ازاي نعمل الصعبه دي. تعالوا عشان نبدا نعمل الحركه دي على فكره هو هنا حل الحل تاني، اللي حل اللي انا قلته هو هنا حل الحل تاني. عارفين هنا عامل ايه؟ هنا شايفين انتوا الشويه دول ال 4 جي وال 8 والحته اللي فوق دي، دي عباره عن ايه يا شباب؟ دلتا. هو محولها جوه ايه؟ ستار. لما محولها للستار بره هتحلوا المساله. كله غير. اي طريقه منهم هتنفع، مفيش فيها مشكله. طيب تعالوا كده نشوف ازاي نعمل الحته دي بسرعه. بصوا كده. اولا تعالوا نفترض ان احنا هنشتغل على نفس حلنا يعني. انا هاجي اوصل اللي هي ال 4 جي دي، وهنا في عندي مقاومه، وهنا في مكثف،
مثال ثلاثة جي. أنا هوصل هنا هار وهنا برانش وهنا برانش تاني. هسمي ده زد اي وزد بي وزد سي. أنا كده عايز أعمل إيه؟ أحول من الستار إلى الدلتا. عشان أحول من الستار إلى الدلتا أجيب زد اي. اتفقنا عشان أحول من الستار إلى الدلتا أول حاجة البسط عبارة عن يا شباب حاصل ضرب كل مقاومتين في بعض. يعني 8 في 4 جي زائد 8 في سالب 3 جي زائد سالب 3 جي في 4 جي مقسومة على البعيدة بتاعت زد ايه هي مين؟ سالب 3 جي. طب زد مين؟ البسط هو البسط. البعيد منه هو مين؟ 8. طب زد سي؟ البسط هو البسط. البعيد بزد سي هو مين يا شباب؟ ال 4 جي. صح دي كده؟ طيب حضرتك لو عملت الشوط ده اصبح ما عادش فيه في النص الايه؟ الستار اللي كانت في النص. طب هيبقى شكل المساله ازاي؟ شكل المساله كده. زد سي توازي مع خلي بالك توازي مع مين؟ مع ال 6 جي 8 يدوني مع محصله 8 زائد 6 جي الامبيدنس بس اللي بنعملها بشكل مستطيل كده 8 زائد 6 جي خلاص دي اول برانش بعد كده هتمشي هنا كده هتلاقي في عندك اثنين برانش هنا متوصلين على التوازي البرانش الاولاني هو عباره عن مين؟ البرانش الاول اللي هو عباره عن زد اي هنا كده زد اي طيب فوق متوصل مع مين بقى؟ 2 ناقص 4 جي. خلاص؟ طيب بعد كده ده عندك هنا حضرتك الزد بي ونكمل بقيه الاسم. خلاص؟ زد سي ودول متوصلين ايه؟ توازن. ده وده متوصل ايه؟ توازن. والمحصله بتاعت الاثنين دول يبقوا ايه؟ توالي. مع ده يبقى ايه؟ توازي واللي هيطلع عن 12 قلت ايه؟ توالي وانا كده جبت كل محصله مين؟ الزد. بعد ما جبت كل الزد تقسم البي على الزد تجيب الطريقه طب هو كود هنا مديهولي كود بايه؟ ب 50 وزاويه ايه يا شباب؟ صفر بس كده. هو هنا حول الجزء اللي فوق الى دلتا من الدلتا الى الاصدار نفس الفكره. اهو طلع له الحاجه دي. لو طلع له الشكل ده يبقى شويه البرانش ده توالي والبرانش ده توالي مع الاثنين مع بعض توازن واللي يطلع يتجمع اي حل من الحلول هيحل لك المساله، اي تحليله منهم هتحل لك المساله. هنا جاب طبعا الزد المحصله بعد ما جاب الزد المحصله جاب التيار وعباره عن بي على الزد قسم ال 50 بدرجه صفر على الزد يكون طلع له 3 متر. حد عاوز يسأل حاجة يا شباب؟ الموضوع صعب ولا سهل؟ يبقى أول خطوة وأنا بحل المسائل كلها أتأكد إن ما عادش عندي حاجة اسمها هنري أو فراغ، هقوله كلهم لإيه؟ أوم، لو في حاجات هنري وفراغ أبدأ إن أنا أجيب كلهم التحويلة بتاعتهم اللي هي جي كوميك إل أو واحد على جي كوميك سي، أحولهم إلى أوم وأبدأ أشتغل في المسألة. لو لقيت المسألة قدامي فيها جي كتير، أعرف إن هي خلاص المسألة دي اتحولت كلها إلى إيه؟ إلى في سؤال يا شباب؟ في مرة كنت أقرأ على زوجي